أخبار اليوم. أولا للعلم هي طبعا لم أنكشف أن أتحدث عن ذلك على الإطلاق، لكنها ليست المرضى الأولى، يعني كان بعد منذ سنة تقريبا أو أكثر كان في محاولة جماعية، لكن كانت بعد صلاة الجمعة والناس يعني العائلة والأهل والناس تصدوا تصديا، أوقف الناس عند حدهم فلم يتمكنوا من إحداث أي خسائر. المرة الثانية كانت محاولة تشويه بالكتابة وتم إزالتها، وده أمر طبيعي ومتوقع وغير يعني ما هوش مستبعد. يعني احنا بص اللي دخل العمل العام في هذا الظرف، زي ما عارف انا بستذكر كلمة يعني السيد الرئيس طبعا مع الفارق لما قال اللي خايف يرجع، يعني هو مبهومها اللي خايف، يعني اللي خايف على اللي ما عندوش استعداد للتضحية ما تحبش يرجع، يسيب لغيره للي مش خايف. لكن طالما انت تتصدى للعمل العام بأي كان زي ما شايفين المسؤولون يعني محرض عليهم، هنقول لأقل يعني التعبير الصدى القضاء، بعض الصدى القضاء محرض عليهم، بعض الإعلاميين بعض يعني عارفين هم يقصدون كل من يقف في طريقهم أو لا يكون معه، فهذا أمر طبيعي. لكن الحقيقة أنا يمكن بذكركم حاجة، أنا كنت معارض في سلطنة عمان وكنت قطعت العار وسبتي، وكان جزء منها الدعوة، فحد بيسألني ما انت قاعد هنا بعيد عن الوجع الدماغ ولا تروح في مكان، خليك قاعد هنا وانت بتستريح وتاخد مرتب كويس. قلت له يعني في النهاية هل هو المال مجرد جمع انك تجمع؟ احنا أصحاب رسالة. قلت له بيت عطار بكرت تخوفني الحتوف كأنني، بكرت تخوفني الحتوف كأنني أصبحت عن غاد الحتوف بمعزلي، فاقني حياءك لا أبل لك إني امرؤ سأموت إن لم أقتلي. ودائما تعرفين كلمة سيدنا خالد بن الوليد، فلا قرت أعد الجبناء، فلا قرت أعد الجبناء، فلا قرت أعد الجبناء. ويمكن يعني حتى طريفة كده لما اتصلوا عندي بالبيت وقالوا ان في يعني حد القى، هم زي ما بيقول كده ما بلغني اتنين كده قاربين متسجلات وتكاتك، وبعدين كسروا يعني حاجه في شارع البيت كده والقوا بعض المتفجرات ومحصات الصوت، فعملت صوت كبير شويه ازعج الناس اكثر، واللي هي بتعمل فرش ضوئي كده، هم اللي بيحللوا الموضوع يعني. فكان طبعا حال الساعه 3 تقريبا، فاتصلوا على انا يعني اهل البيت، فبتقول انا بتكلم بهدوء شديد لسببين. انا عندي الاول الثقه في الله بلا حدود، واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك، ورفعت الاقلام وجفت الصحف. اثنين ان انت متوقع اكتر من ده 100 مره، فلما بيجي ده يبقى بالنسبة لك طبيعي، ما هوش بيهزك ولا يشغلك. والمتنبي كان يقول ايه؟ عرفنا الليالي قبل ما نزلت بنا، فلما دهتنا لم تزدنا بها علما. اقول لك الحركات اللي انتوا عارفينها، لكن هم دول ودي اخلاقهم ودي طبيعتهم. وبعدين كمان عشان تعرف ان هذا يدل على ضيق الأفق،